سبح الله في جميع قدسيه هللويا هللويا. يسوع المسيح صام عنا 40 يوما 40 ليلة. سبحوه على مقدرته هللويا هللويا. يسوع المسيح صام عنا 40 يوما 40 ليلة. سبحوه بصوت البوق هللويا هللويا. يسوع المسيح صام عنا 40 يوما 40 ليلة. بصنوج حسنات الصوت هللويا هللويا. يسوع المسيح صام عنا 40 يوما 40 ليلة. سبح فلتسبح اسم الرب إلهنا هللويا. يسوع المسيح صام عنا 40 يوما 40 ليلة.
اغفر لي لأنه ليس عبدي بلا خطية ولا سيد بلا غفران. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لأن لك المجد إلى الأبد. فكروا في الكسوة والقوت فهذا مجيئه مسبوط والله عنده كل الخيرات بادروا بالرحمن كل أحد ولا تنظروا فيما بعد فإنه قيل لا تتموا بالغد فالاستماط مضمون فيما هو آتي. طوبى للرحمة على المساكين ويحل قلوب قدسه فيهم.
تأملوا في راخ الغربان التي لا قوت لها ولا أوطان، فالآب يقوتها مع غيرها من الحيوان، فأنتم أولى يا آل الحسنات. جدوا وقفوا بلجاجة في طلب الرحمة بسذاجة، وليمضي لصديق وقت الحاجة ليقترض منه ثلاث خبزات. حبوا أعداءكم بمودتكم واحسنوا إلى من يبغضكم، وصلوا لأجل من يطردكم، واغفر لأخيك سبع مرات. طوبى للرحمة على المساكين، فإن الرحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم الدين، ويحل قلوب قدس فيهم. خاف الموقف يوم الزحمة، واعطي صدقة تزداد نعمة، قعد الرحمة تحل الرحمة، طوبى لأهل البر والحسنات. داوم إني آخر ساعة يفرح فيها أهل الطاعة، أما المرتحل بغير بطاعة فهو خائف دائم الحصرة. ذاك اليوم فيه أعظم معونة، لأن الرحمة تخفف الدينونة، وهي تساعد أهل المسكونة، ترفعهم إلى أعلى الدرجات. قال اطلبوا تجدوا، سألوا من فضله تعطوا، اقرعوا يفتح لكم فاجتهدوا، قبلوا بالرحمة السيئة، زيدوا الرحمة بالاستغفار، صلوا بخشوع ليلا مع نهار، واقرعوا صدوركم مثل العشار، وقفوا بخضوع في القداسات، سبحوا الرب وزيدوه علوا إلى الأبد ومجدوه، ارفعوا أيديكم
في الصلاة ونادوه أبانا الذي في السماوات. طوبى للرحمة على المساكين، فإن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم. أبانا الذي في السماوات تمجدك كل الطغمات، نصرخ إليك في الضيقات يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك يا معين وليتبارك في كل حين، ارحم عبيدك الخاطئين يا أبانا الذي في السماوات، ليأتي ملكوتك يا ربي وروحك القدس يملو قلبي، هذا رجائي وطلبي يا أبانا الذي في السماوات، لتكن مشيئتك في كل حين نافذة ونحن لها خاضعين، اجعلنا لأوامرك طائعين يا أبانا الذي في السماوات، كما في السماء كذلك على الأرض أنت السيد المالك، نجي عبيدك من المهالك يا أبانا جانا الذي للغد أعطينا اليوم يا ذا المجد، مراحمك كثيرة لا تعد يا أبانا الذي في السماوات، جفز بروت جفيوت بتشيري من ابن الله إسوا، تتري يا سجيك من تلقوش واغفر ذنوبنا يا مولانا، يا رب برحمتك لا تنسانا، برحمتك ولك خطايانا يا أبانا الذي في السماوات، كما نغفر نحن للمذنبين إلينا والأعداء المسيئين، علمنا أن نكون متسامحين يا أبانا الذي في السماوات، لا تدخلنا في تجربة يا إلهنا، وإن سمحت فلا تتخلى عنا، على احتمال التجارب أعنا يا أبانا الذي في السماوات، لكنك كينا من الشرير يا صاحب الأمر والتدبير، أنت يا إلهي على الكل بصير يا أبانا الذي في السماوات، المسيح يسوع ربنا اقبلنا يا ربي بمعونتك اشملنا، وبصوتك المفرح أسمعنا يا أبانا لأن لك الملك والقوة والمجد والعظمة والقدرة، بك نسر من قوة إلى قوة يا أبانا الذي في السماوات، إلى أبد الأبد آمين، اجعلنا في إيمانك ثابتين واسمعنا عندما نصرخ قائلين يا أبانا thank you.
الصوم والصلاة يخزي الشيطان والزهد يهزم طغيانه والمحبة أساس كل البنيان والتواضع يخمد نيرانه ألا تهتموا للغد بشأن فإن الغد يهتم بشأنه اطلبوا أولا ملكوت الله وهذا كله تزدادونه اعطوا صدقة للمنقطعين لتشاركوهم في الميراث وكونوا ثابتين وتاجروا بالعشرات وزنات أكل المعدة للفائزين في دار النعيم لابسين تاجات وعزبا مخلد للحائدين ودود لا ينام شبه الحياة لا تكونوا ذوي لسان والشرائع لا تحابوا فيها ولا تمشوا أيضا بوجه فإن الأثم أعملهم تخزيهم طوبى للرحماء على المساكين فإن الرحمة تفل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل الطرق برسيلوس انصابي انتي لم بشريت اسموس نمغبرين بيانجينوس ريمون هيتن بكربوس ابي او جاي طرب انجيموس والموت يبوت بين روفن كيسوب هيتن تفلت صار المجرب ونادى بيقين قاله قل للحجارة أنت بكلام تصير خبزا يحيي الجائعين
فرزقوا سيدنا من في قال ليس بالخبز يحيى الإنسان بل بكل كلام الله رب من خلفي يا شيطان. فلما سمع ذا القول ذهب وصار ذاهب مثل الدخان فخاب منه وانقطع رجا وصار مخزي مطر دموها لأنه للصنصرك مسكين والصهارة لا يسطع عليهم بل يجيء للمتغافلين في وسط أشراك يرميهم قبل الرحمة على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل الغروب قدسه فيهم. كلام الكتب يحيي الأرواح والوعظ يمحي كل الذنوب والتوبة مرهم لكل جراح والمحبة تستر كل عيوب. أما الفضائل والأفراح بها يكمل كل المكتوب سيدنا هو رضى بسماح بالمحبة صار عنا مصلوب. تجنبوا المكسب المسموم وصلوا عشية مع باكر واستكفوا بالرزق المقسوم كما فعل الابن الشاطر. ارفعوا القرابين في كل حين بعقل حريص متيقظين وكونوا دائما سهرانين ولا تتهاونوا في شروط الدين
والرؤساء لا تشك فيهم لأنهم عنكم سهرانين يصلون الليل والنهار طالبين النجاة والخلاص من باريهم يا محي إب البشر الصالح يا سيدي يسوع تطرحني على يا سارك مع الجداء الخطى ولا أتقوم أيضا أن إني ما أعرف حقيقة إني خاطئ وأعمالي الرديئة كل ظاهرة أمامك وأقول بصوت صارخا أن قائلا أن اللهم اغفر أخطأت يا ربي يسوع واغفر لي لأنني
خطيئة ولا سيئة إذ مغفرة أعطيني يا رب توبة لك البشر ارحمنا كعظيم رحمتك.